هنا غينس مدينة تتويج الملوك وعاصمة الشامبانيا. تبعد غينس نحو 140 كيلومترا عن العاصمة باريس، وتقع في منطقة شامبانيا دوغدين. سكان المدينة والسياح يفضلون مركز المدينة بشارعها التجاري غو ديفال وميدان دوي دي غلون. عام 71 عادت غينس لتصبح مدينة جامعية. أدرس هنا في غينس وأتجول فيها كثيرا، إنها مدينة مناسبة للطلبة تماما، لذا تعج بالحياة في الليل أيضا. أجد أنها مدينة كبيرة تتميز بتنوعها الشديد ولديها خصائص المدن الكبيرة، فضلا عن أنها تتمتع بهدوء المدن الصغيرة كما في منطقة المشاة حيث تكتمل المتعة بالتنزه. أكثر ما أحبه هو الكاتدرائية. الكاتدرائية التي يرجع تاريخها إلى القرن 13 هي شعار المدينة، ليس فقط بسبب فنها المعماري بل أيضا بفضل أهميتها التاريخية لفرنسا. العصر الوسيط بدأ بفترة حكم ملك الفرنكيين كلوفيس الذي حضر خصيصا إلى رانس كي يتعمد فيها. هنا حيث نجد الكاتدرائية اليوم تعمد الملك في أحواض العماد. وتخليدا لهذه الذكرى حرص ملوك فرنسا على تتويج أنفسهم في رانس، خاصة وأن ملك الفرنكيين منح بلادنا اسم فرنسا. الكاتدرائية تعد أيضا نموذجا ساطعا على الطراز القوطي الفرنسي من خلال أكثر من 2300 تمثال لتتصدر أوروبا في هذا المجال، كما تلفت نوافذ الكاتدرائية الأنظار بألوانها المتعددة. نوافذ الزجاج الملون في الكاتدرائية أنجزت في العهد القوطي ومعها اشتهرت العمارة القوطية. أمامنا مثال رائع يتمثل في نوافذ الكاتدرائية وتاريخها يعود إلى عام 1235، وفي الأسفل عمل للفنان مارك شاغال. انضمت الكاتدرائية عام 1991 إلى التراث العالمي لليونسكو، بالإضافة إلى مبنيين آخرين في غينس، أولهما دير القديس غيمي وثانيهما قصر الأساقفة القديم، حيث كان يبيت ملوك فرنسا قبل تتويجهم في الكاتدرائية. تشتهر غينس أيضا بأنها عاصمة إنتاج الشامبانيا، وتقوم الشركات الكبيرة بدعوة الزوار لتذوق منتجاتها وزيارة مخازنها تحت الأرض. وتعد شركة تيتنجي أقدمها، وتقوم بتخزين الزجاجات في أنفاق يرجع تاريخها للقرن الثالث. هنا كان يستخرج في الماضي الحجر الطباشيري، ومنذ 300 عام تم استغلال المكان لتخزين الزجاجات النبيذ، نظرا لأن درجة الحرارة طوال السنة تتجاوز 12 درجة وهي الأنسب لحفظ الشامبانيا. الشامبانيا هي خمر السعادة ومشروب الأعياد والحب والصداقة، ولذا نحتاج إلى ثلاثة أمور رئيسية للحصول على أفضل أنواعها، وهي الوقت الكافي وجودة العنب وطموح شركة الخمور. تقوم شركة تيتنجير بتخزين نحو 2 مليون زجاجة في أقبيتها أسفل المدينة وتبيعها في أنحاء العالم. تشتهر مدينة غينس منذ 300 عام أيضا بإنتاج البسكويت المعروف بلونه الوردي الفاتح. المتعة والحضارة شعاران ترفعهما غينس بأحرف بارزة.